السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم بسام من قناة جيم أوفر تايم، محل جيم أوفر. اليوم بنكمل سلسلة تختيم دارك سولز على البي سي. الحلقة اللي فاتت وصلنا الغابة هذه وطفشنا شوية من الهايدرا، واكتشفت إني شوية ضعيف، ما أحتاج إني أبريها الحين لأنه مو ضروري، يمدي إني راجع له، فبخليها لآخر شيء أكون في ذاك الوقت يعني أقوى وأحسن إن شاء الله تعالى. فالحين الخطة إني بطلع من الغابة، أبغى أروح بنروح على منطقة العنكبوتة، ما حروح من المجاري وزي كذا الله يكرمكم، لا بروح على طول يعني من الطريق المختصر اللي من الفاير لينك شراين. فالحين أبخش هنا وعشان أباري الهافل يصير منها أقدر أخذ خاتمه. شوفوني مستعد، لبست خاتم النحلة عشان أقدر أعطيه باكستابات. ما احتاج ملابس ثقيلة، ما احتاج ان نتحرك بسرعة. حلو، ان شاء الله كذا 4 ضربات وميت. يلا ودك تضرب، يلا هافل. اوكي شكل خلاص ما بقي له ولا شيء، تقريبا ربع طاقته الحين. حلو خلصنا عليه، هنا اعطانا 3000، اعطانا الخاتم حقه. الخاتم هذا ميزته انه يخليك تشيل اكثر. الحين على الأقل أتدحرج بشكل أسرع. بحاول أشوف لي ملابس ثانية أخف. يلا ما في مشكلة، هذا نشوف بعدين. بنروح نبارك ويلك. حلو تلطش الرجال. اوكي الحين احاول اني بسرعة اروح لذيك المنطقة، ما بضيع وقت اكثر من الوقت اللي الحين انا مضيعه. احس اني مضيع وقت كثير، يعني الحلقة السادسة تقريبا او السادسة هي، و بس انا ما ذكرنا الجرس الثاني، تبغانا ندق الجرس الثاني بسرعة. حلو تأتي الشرف. حتى والله ودي اني اخش منطقة المجاري. ليش؟ عشان اقدر اخذ اللارج امبر عشان اقدر اطور اسلحة. بس حاليا شوف كيف تمشي عاد، ما في مشكلة. شكلي بقعد استعمل الاسلحة اللي الاقيها في الطريق بعدين اقعد اطور.
ايوه فقط اطيح مشوار ربي. الحين وصلنا الفاير لينك شراي تقريبا. تقريبا وصلنا الفاير لينك شراي. خلنا نريح هنا. 10 حلو. فالحين حتجه على ال بلايت تاون عشان نروح نبارع العنكبوتة وندق الجرس الثاني، وبعدين على طول بنروح اونر لندو عشان نجيب اللورد فيسل. فتقريبا عندي 3 زعماء في الحلقة هذه، ححاول اني اهزم العنكبوتة ان شاء الله تعالى. كم معايا احجار؟ 2. يخلى بعدين. واو 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 يعدموني والله. عندي الاتش بي ناقص، يعني المفروض اني اعلي الاتش بي. ان شاء الله التلفيلات الجاية حركز على الاتش بي والفيتاليتي اكثر شيء. هذا أسرع شيء. إيش رأيك كمان؟ شكل واحد من الوحوش طاح. اوكي الحين ما بموت، فبحاول استناها تنزل على طول تحرش كويس. حلو بيع عينه. ليش انضميت المجموعة الا غريبة؟ ماني شايف غريبة والله، مو باين. وين شيفا؟ لا تقول لي عشاني ما كلمته. لا 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 تستعمل هذه. دقيقة خلنا نشيله، نحط السولز اللي عندي ان شاء الله تعطيني ليفلين. الناموس جاء. حلو هذه 2000 ان شاء الله تعطيني ليفلين. خلنا نلفل ليفل 1. ونبي نقلب هيومن لانه في شخصية تخزينة، على الاقل ناخذ منها فلوس والمرة تيجي تساعدني ضد كويلاك. ايش القهر والله، ما طلع شيفا ولا النينجا. يلا ما له الا نروح له من الغابة نفسها، شكله كان يبغانا نكلمه.
هذا هو الشخصية في الكمبيوتر. الحين بيعطينا كم ان شاء الله؟ ان شاء الله كثير. حلو 8000. اعطاني 3 هيومانيتي. واو. حلو، هذه اعطتني ليفلين. نحاول نعلي الاتش بي قد ما نقدر. انا الحين شايل هم انه اسلحتي بتكون ضعيفة، لاني ماني قاعد احاول اني اروح مناطق وزي كذا، يعني زي منطقة المجاري، فهذا اللي انا شايل همه، لانه فعليا يبغالك تروح هناك عشان تقدر تاخذ الحجار وزي كذا، لكن يمدينا نروح لها كذا يعني في اي وقت لان اماكنها قريبة. يا حبيبي اجري ارحم امك. رجلك. اوكي الحين نقدر نروح نباري كويلك. نشيل السم. الحين في شخصية كمان يمدينا نستدعيها عشان تيجي تساعدنا ضد العنكبوتة، ضد كويلك. هذه هي بنستدعيها اللي قبل شوية غزتنا. إذا ما موتها ما تجيك، وإذا موتها لازم تكون هيومن عشان تقدر تستدعيها، في نفس الوقت لازم تكون هيومن عشان هي تقدر تغزيك. نخش دحين على طول نبارك ويلك إن شاء الله تعالى. أهلا أهلا. نص ونص. ها استعمل عشبة خضرة. هل قدرنا نصد الضربة دي؟ ايه هذه عبت الدنيا كلها براكين. انا مشيت على البركان بنقص طاقة. الثاني هذا اللي معايا اهبل ما يبي يلعب. اضرب نقص نص طاقة ولا ضرب احد. اوكي you
قام يضرب. ايه اضرب. ألف شيء حلو. 20,000 الحين بروح أدق الجرس الثاني على طول. أو توين هيمانتي. أوكي فالحين هذا هو الجرس الثاني على طول بندقه. الحين بيجي عرض يوريك أن أنت دقت الجرس الثاني.